تعرضت لمريض مؤكد وطلعت لي نتيجة سلبية في فحص الكورونا، ليش لازم أضلني بالحجر الصحي؟ سؤال مهم جدا. إذا كنت تواصل قريب مع مريض كورونا مؤكد، من المحتمل إنك انعديت كمان أنت بالفيروس. خلال أيام رح تصير تنقل المرض لغيرك. بمرات كتيرة رح تكون أنت بدون عوارض، مع هذا عم تنشر المرض بدون ما تكون عارف. عشان هيك التعليمات بتقول إن بمجرد كنت بتواصل قريب مع مريض كورونا مؤكد لازم تفوت فوراً على الحجر الصحي لمدة 14 يوم من اليوم الأخير اللي كنت فيه بتواصل مع مريض الكورونا. مثلاً إذا تعرضت لمريض كورونا مؤكد قبل أسبوع، معناها إنك لازم تكمل فترة الحجر الصحي لكمان 7 أيام إضافية حتى تكمل 14 يوم. ممنوع إنك تقصر فترة الحجر حتى لو عملت فحص وطلع سلبي، لأن فحص PCR ممكن ما يقدر يكشف وجود الفيروس بمراحل الأولية. معنى هذا الإشي إنك ممكن تحصل على نتيجة سلبية بيوم معين وتبلش تنقل العدوى باليوم اللي وراه. عشان هيك فترة الحجر لازم تكملها بأكملها، ولا يوم زايد ولا يوم ناقص.